هروح لملف تاني وهو المصري لا يزال يبحث عن فرص عمل. لو ما لقاش فرص عمل هنا بيبحث عن فرصة عمل في الدول اللي فيها سوق عمالة كبير تحتاج إلى الأيدي العاملة المصرية حتى لو كان فيها أزمات وحروب. وهنعمل إيه؟ آدي الله ودي حكمته، الرزق عايز الخفية. على كل حال في بعض الناس بتسألهم بتقول لهم تروح تشتغل في مكان في حرب، يقول لك اه هعمل ايه، عايز اربي عيالي ان شاء الله توديني في اي حته، عايز اكل عيش. وهو ده اللي احنا بنحاول نتابعه مع مراسلنا عماد البطراوي. لا تزال ليبيا تبحث عن الاستقرار رغم مرور 3 أعوام على سقوط نظام العقيد معمر القذافي، فقد سيطرت الميليشيات المسلحة على الأوضاع في البلاد وتطور الاقتتال في العديد من المناطق. هذه الأوضاع في البلد التي تجاور مصر من الحد الغربي أثرت على الكثير من المصريين، فعدد العمالة المصرية في ليبيا كبير جدا، منهم من دخل ليبيا بطرق مشروعة وآخرين بطرق غير مشروعة. قصص وحكايات المصريين العائدين من ليبيا بعضها غريب وبعضها حزين ومأساوي وبعضها مذل ومهين، لكن أغلبها لحظات سوداء في رحلة الهروب بين ليبيا وتونس إلى مصر. طلعنا فرارا من مما يحدث، يعني أي حد مش هيقدر يعني يعيش في وسط الظروف دي. رغم كل هذه الأوضاع وحجم المعاناة التي رصدت في الفترة الماضية، فإنك تجد زحاما كثيفا أمام مكتب طيران الخطوط الجوية الليبية وسط القاهرة. الوجوه لا تخلو من البساطة والطيبة، وأيضا يظهر عليها الإصرار الشديد في الحصول على تذكرة العودة. فالجميع هنا يؤكدون أن السفر إلى ليبيا هو مصدرهم الوحيد للحصول على الرزق. أنا عاوز أرجع لأن أنا شغلي هناك ولاقي نفسي هناك، ما لقيتش نفسي هنا. أنا ما فيش حد اتصل بيا من ليبيا وقال لي إن الأوضاع وحشة. لحد امبارح في مصري متصل بيا من هناك وقال لي ان الوضع 100 100. انت حضرتك لو صورت يوم الخميس كنت تشوف اعداد قد كده 50 مرة، الناس كانت سد الشارع، فهم يشيلوا ايه ولا يشيلوا ايه؟ وطبعا طيران محدود لان الاحداث اللي فاتت دمروا كم طياره في المطار في الاحداث اللي فاتت، وكونهم هم هناك في ضرب ولا حاجه شؤونهم الداخليه، واذا مصري انصاب او مات بتبقى حالات فرديه مش هم قاصدين مصر. للاسف الشديد هنا ما لاقيش لقمه عيش، هنا يعني مش متوفره لي. في ليبيا بقدر احقق فيها يعني طموحاتي، فاتمنى ان هم يعني يوفروا عمليه السفر للناس، وكمان الذهاب والعوده بيخلص من الناس والاقامه ما تخلص، يعني ناس ليها مصالح هناك وناس ليها يعني لها في ناس ليها ممتلكات اكتر ما ليها هنا في مصر. في كل الاحوال هي تذكره، منهم من طلبها للعوده ومنهم من يحاول الحصول عليها للذهاب، إلا أن القاسم المشترك بينهم هو رصد معاناة ابن من أبناء مصر في الخارج. عماد البطراوي، برنامج مصر الجديدة مع معتز الدمرداش.